أغاني مع عمرو مصطفى وأغنية للبنان. وبالنسبة للأغاني الجزائرية يا تاليا، طبعا في أغاني جزائرية، في أغنيتين لحد هلأ، وفي مفاجأة بهذا الخصوص بس مش راح أقول عنها هلأ، إن شاء الله قريبا. وحابة أقول شيء من خلالك لكل المتابعين الجزائريين يلي دايما بيسألوني عن مدى محبتي للجزائر وشو بتعني لي وإذا رحت عليا ولا لا. أنا الجزائر بالنسبة لي منا مجرد بس بلد والدتي وإخواتي والعائلة الكبيرة اللي عندي إياها هونيك، واللي هي بمختلف الأماكن الأراضي الجزائرية، يعني إن كان بعنابة، سكيكدا، وهران، القبائل، بجاية، ومناطق كتيرة تربطني فيها قرابة. الموضوع بالنسبة لي أهم من هيك، الجزائر ما بتقل أهمية عندي عن بلدي لبنان أبداً. بحس يعني أنا إحساسي لهالبلد هي ذكريات طفولة، وفي هيك علاقة حب غريبة معها، وبحس إنه إلها حق علي، وخاصة الموسيقى الجزائرية اللي أنا بالنسبة لي بحسها مظلومة صراحة، ومن واجبي، مش من واجبي، بالعكس أنا ومبسوطة من أهدافي إني أنا حاول وصل الموسيقى الجزائرية بطريقة حلوة، لأنه ما في بثروة الموسيقى الجزائرية يلي في كتير ناس ما بيعرفوا قد ايه عنا أنواع ميوزك، قد ايه في أنواع موسيقى وكلها حلوة وأصيلة، لازم إنها تكون موجودة بالعالم العربي وبالعالم بشكل عام، لازم إنها تكون ظاهرة، ورح أعمل كل جهدي إني أعمل هذا الشيء. عاملة هلأ كوفر قبايلي باللهجة القبايلية، رح ينزل قريبا كتير. هي الجزائر.